دائما أروي هذه القصة مع السيدة الأولى، وأنا أنظر وشاهدت الفندق الذي بنيته وكان ناجحا جدا في بنسلفانيا، ولدينا عدد أكبر من أفراد الشرطة، سيكون هناك حشود كبيرة في بنسلفانيا تؤيدنا، درجات نارية في كل مكان، منظر جميل جدا والطقس جميل، كل شيء جميل. نظرت للسيدة الأولى قلت هل تصدقين ذلك؟ أنا رئيس الولايات المتحدة، وأنا لم أكن من عشاق واشنطن، لم يكن هذا عالمي، أنا من عشاق نيويورك، وكل السياسيين يحبون واشنطن لأنهم عملوا في مجال السياسة 25 عاما ثم أصبحوا رؤساء، فتعلمت بسرعة على مدى 4 سنوات أعرف الإيجابيات والسلبيات، وأعرف الرجعين الذين يحققوا شيئا، وأعرف بعض الأشخاص يمكن الاعتماد عليهم، ولكن هم خطرون جدا حتى أكثر من الديمقراطيين. ولدينا أشخاص رائعين، عندما أفكر فيما حققناه، لدينا أكبر استقطاب للضرائب في تاريخ بلادنا، وأكبر حتى التقليص في القوانين، وأأمن حدود جنوبية، وأقل عدد من المخدرات منذ عقود، والآن زادت 10 أضعاف تقصد المخدرات تدخل من